Allah sehat semua ya. Baik, alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bib, syukran. Alhamdulillah, sama-sama. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Insyaallah kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Fatiha qiraat doa kashf al-ghumma an hadhi al-umma ala mana wal habib waqt mashhur ala mana wa shaykhana shaykh Muhammad alayhi hamri ala mana wa shaykhana shaykh Abdullah al-Rad abdun wa illa hadratin nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al-Fatiha A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim Bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahi rabbil alameen Ar-Rahmanir rahim Maliki yawmid din Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وكأي من دابة لا تحمل رزقها لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو سميع العليم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ini juga dibaca ayatnya sama-sama tiga kali الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب الذين إذا أصابت هم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم
وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه أنا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وأفوضوا أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. Sekarang kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya habisa yadi Ibrahim an dhabhi ibni wa muqayyidhar rakbi li Yusuf fil baladil qafri wa ghayabatil jub wa ja'ilahu ba'dal ubudiyyati nabiyyan malika. يا من سمع همس ذي النون في ظلمات ثلاث يا من رد يوسف على يعقوب يا راحم عبرة داود يا كاشف ضر أيوب يا مجيب دعوة المضطرين يا كاشف غم المغمومين اكشف عنا وعن أمة التوحيد ما حل بنا وبهم من البلاء النازل والمرض القاتل والوباء الشامل يا سميع كل شكوى ويا شاهد كل نجوى ويا عالم سر وأخفى دعوناك دعاء من اشتدت به فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريق الملهوف المكروب المشغوف الذي لا يكشف ضره إلا لا إله إلا أنت فارحمنا يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت فارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة وها هنا يا مولانا بين يديك تبنا إليك تبنا إليك تبنا إليك واقبلنا بعجزنا وضعفنا عليك فاغفر اللهم لنا الذنوب التي توجب النقم والذنوب التي تورث الندم والذنوب التي تحبس القسم والذنوب التي تهتك العصم والذنوب التي تعجل الفناء والذنوب التي تقطع الرجاء والذنوب التي ترد الدعاء والذنوب التي تمسك غيث السماء لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم إنا نسألك فرجا قريبا
وصبرا جميلا ونسألك ونسألك العافية من كل بلية ونسألك دوام العافية ونسألك الغنى عن الناس ونسألك السلامة من كل شر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم يا مجلي عظائم الأمور ويا كاشف سحاب الهموم ويا مفرج الكرب العظيم ويا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللهم بكينونة الاسم والحرف ولمح البصر والطرف احفظنا من خطر البلاء والوباء احفظنا من خطر البلاء والوباء احفظنا من خطر البلاء والوباء واكشف ما حل بنا وبالمسلمين من هذه الأوى والعلل والأدواء والحميات والأسواء. أنت المدخر لكل شدة لا إله إلا أنت غياث الغياث والرحمة الرحمة والعناية العناية ضاقت الحيل وانقطع الأمل وبطل العمل لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك يا إلهنا على التحقيق يا ركننا الوثيق يا رجاءنا للضيق يا رب البيت العتيق نجنا من الضيق وارفع البأس والتعويق واكفنا من السوء والأذى ما نطيق وما لا نطيق يا إلهنا على التحقيق يا ركننا الوثيق يا رجاءنا للضيق يا رب البيت العتيق نجنا من الضيق وارفع البأس والتعويق واكفنا من السوء والأذى ما نطيق وما لا نطيق. اللهم لا فرج إلا فرجك ولا لطف إلا لطفك ففرج اللهم عنا كل هم وغم وكرب نزل بنا فأضر وفشى فينا فعقر يا من يجيب المضطر يا الله يا حي يا قيوم يا ملك يا قدوس يا لطيف ألطف بنا فيما تجري به المقادر يا قاهر يا عليم يا محيط يا سميع يا بصير يا واسع يا حفيظ يا علي يا كبير دبرنا بأحسن التدبير. اللهم لا فرج إلا فرجك ولا لطف إلا لطفك ولا إله غيرك فرج اللهم عنا كل هم وغم وكرب وارفع عنا هذه المحنة والبلية وادفعها بيدك القوية إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا كافي من في السماوات سبع ومن في الأرضين سبع وما بينهما اكفنا اللهم شر كل ذي شر اكفنا اللهم شر ما نخاف ونحذر اكفنا اللهم شر أنفسنا وذنوبنا وتقصيرنا خاصة وشر خلقك عامة اكفنا اللهم شر الأشرار وشر الأخيار اكفنا اللهم شر من لا نطيق لشره إن كان قريبا أخطأ وإن كان بعيدا أبطأ واجعل رأيهم شتى. اللهم اكفنا شر من يؤذينا ويؤذي المسلمين بما شئت وكيف شئت عاجلا غير آجل في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. Sekarang masing-masing juga ikut baca. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا عالما بما يكون اكفنا شر ما يكون قبل ان يكون حتى لا يكون. اللهم يا عالما بما يكون اكفنا شر ما يكون قبل ان يكون حتى لا يكون. اللهم يا عالما بما يكون اكفنا شر ما يكون قبل ان يكون حتى لا يكون. اللهم يا عالما بما ينزل اكفنا شر ما ينزل قبل ان ينزل حتى لا ينزل. اللهم يا عالما بما ينزل اكفنا شر ما ينزل قبل ان ينزل حتى لا ينزل. اللهم يا عالما بما ينزل اكفنا شر ما ينزل قبل ان ينزل. اللهم يا اللهم إنا أنزلنا بك ما يهمنا من أمور الدنيا والآخرة فإنه لا يرفع البلاء إلا من أنزله. اللهم إنا أنزلنا بك ما يهمنا من أمور الدنيا والآخرة فإنه لا يرفع البلاء إلا من أنزله. يا كافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي يكفي كفانا الكافي كريم وافي. يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تسمعون بالي بسم الله الرحمن الرحيم. يا كاف هاء يا عين صاد يا نور يا قدوس يا حي يا الله يا رحمن. يا كاف هاء يا عين صاد يا نور يا قدوس يا حي يا الله يا رحمن. يا كاف هاء يا عين صاد يا نور يا قدوس يا حي يا الله يا رحمن. اغفر لنا ذنوب التي تحل النقم واغفر لنا ذنوب التي تغير النعم واغفر لنا ذنوب التي تورث الندم واغفر لنا ذنوب التي تحبس القسم واغفر لنا ذنوب التي تهتك العصم واغفر لنا ذنوب التي تنزل البلاء واغفر لنا ذنوب التي تعجل الفناء واغفر لنا ذنوب التي تديل الأعداء واغفر لنا ذنوب التي تقطع الرجاء واغفر لنا ذنوب التي ترد الدعاء واغفر لنا ذنوب التي تمسك غيث السماء واغفر لنا الذنوب التي تظلم الهواء واغفر لنا الذنوب التي تكشف الغطاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك من أقر له بالعبودية كل معبود ويا من يحمده كل محمود ويا من يفزع إليه كل مجهود يا من يطلب منه كل مقصود يا من سائله من فضله غير مردود يا من بابه لسؤاله غير مسدود يا من هو غير محصور ولا محدود يا من عطاؤه غير ممنون ولا منكود يا من هو لمن دعاه دائما مقصود يا من رجاء عباده بحبله مشدود يا من ليس له شبيه ولا مثيل موجود يا من ليس له والد وليس بمولود يا من ليس يوصف بقيام ولا قعود ولا حركة ولا جمود يا الله يا رحمن يا رحيم يا ودود يا راحم الشيخ الكبير يعقوب يا غافر ذنب داود يا كاشف ضر أيوب يا منجي إبراهيم من نار النمرود يا من ليس له شريك ولا معه أحد مقصود يا من لا يخلف الوعد ويعفو عن الموعود يا من بره ورزقه للعاصين ممدود يا من هو بر حليم ونعم المقصود يا من هو ملجأ كل ملهوف ومطرود يا من أذعن له جميع خلقه بالسجود يا من ليس عن باب وجوده أحد مطرود يا من ليس عن باب كرمه سائل مفقود يا من لا يحيف في حكمه ويحلم عن الظالم الجحود ارحم عبدا ظالما مخطئا لم يوفي بالعهود إنك فعال لما تريد وأنت المقصود. يا الله يا الله يا الله
Ya Rabbu, Ya Rabbu, Ya Rabbu, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Wadud, Irhamna bi rahmatika, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbu, Ya Mahbud. Allahumma inna nas'aluka bi hurmati hadha du'a'i wa 'azamatihi 'indak an tusalli wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. وأن تغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين آمين. Sekarang sebutkan hajatnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya habis sayyidi Ibrahim an dhabhi ibni wa ya muqayyid al-rakbi li-Yusuf fil bal al-qafri wa ghayabat al-jub wa ja'ilahu ba'da al-ubudiyyati nabiyyan malika ya man sami'a al-hamza min dhinnun fi dhulumatin thalath dhulmati qa'r al-bahr wa dhulmati al-layl wa dhulmati batn al-hut wa ya radd huzni ya'qub wa ya rahim 'abrati Dawud ويا كاشف ضر أيوب ويا مجيب دعوة المضطرين يا كاشف غم المغمومين صل على محمد وعلى آل محمد ونسألك أن تفعل بنا عشان سبتكن لقي حاجات حاجات sambung kembali doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Latif, Ya Kafi, Ya Hafiz, Ya Mu'in. Ya Allah, Ya Latif, Ya Kafi, Ya Hafiz, Ya Mu'in. Ya Allah, Ya Latif, Ya Kafi, Ya Hafiz, Ya Mu'in. Nas'aluka lutfan li jami'il halat wal harakat was sakanat wa taqallubat wa kifayatan li jami'il muhimmat wal mulimmat wal adhiyat وحفظا من جميع البليات والعاهات والآفات وإعانة على جميع الطاعات المفروضات والمندوبات والمسارعة إلى الخيرات والجد في الأعمال الصالحات المقربات إليك يا عالم الخفيات وبارئ النسمات وإله من في الأرض والسماوات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita baca doa terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin dhil maqamir rafi' wal jamalil badi' wal jahil wasi' wa nas'aluka Allahumma bihi illa ma kashafta 'anna wa 'anil ummah ma halla min al waba'i wal bala'i wad darwi' wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم يا مقدر نزول الوباء والبلاء ورافعه صل على من منحته من الكلم جوامعه واجعله لنا واسطة إليك في كشف الغمة وإبراء الذمة ودفع الأزمة عن الأمة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاتك الدائمة على صاحب الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد وسيلتنا إليك وواسطتنا لديك في رفع البلايا والمحن والأوبئة والفتن ما ظهر منها وما بطن وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والحوض والكوثر وساق المؤمنين منهما يوم المحشر. اسقنا اللهم من يده الشريفة شربة ينطفئ بها الظمأ الأكبر. اسقنا اللهم من يده الشريفة شربة ينطفئ بها الظمأ الأكبر. اسقنا اللهم من يده الشريفة شربة ينطفئ بها الظمأ الأكبر. وبه سألناك يا مولانا سؤال المضطر أن تدفع عنا ما نخاف ونحذر في الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم يا مغيث المستغيثين ومجيب السائلين وغافر الذنب وقابل التوب من عباده الغافلين، نسألك اللهم أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد إمام الغر المحجلين إلى يوم الدين، واصرف اللهم به عنا كل علة وزلة وفتنة مضلة، واصرف اللهم به عنا كل علة وزلة وفتنة مضلة، واصرف اللهم به عنا كل علة وزلة وفتنة مضلة، واغبطنا على الإيمان والملة وعلى آله وصحبه الأدلة، وسلم تسليما كثيرا في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، وعلى من وافقك مشهورا إلى أعوان وشيخ ومشيخ ومدري يحيى مري، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini kita bacakan Fatihah khas untuk kesembuhan dari ada beberapa yang minta kesembuhan, termasuk kita punya family, masih sepupunya, kita punya sepupunya istri dan semua orang-orang yang minta doa kesembuhan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan yang sempurna di dunia sebelum akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada keluarganya untuk menerima penyakit yang telah diterima oleh saudaranya atau keluarganya atau anaknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan penyakit itu sebagai kesucian bagi dirinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan yang sempurna. Allahumma shfi shifaan tamman shifaan la yughadiru saqaman wala 'alaman ya kafi ya warfi irfa' 'anna kulla ta'abin shadid wa qina min al-haddi wal hadid wal marad ash-shadid wa jinsil 'adid wa 'alamana wa salafuna salafa min istishfa' fi hadha al-makan wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Terima kasih semua ya yang sudah hadir. Insyaallah jumpa lagi esok insyaallah. Terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih. 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 Terima kasih.